مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات إريتريا. نناقش في حلقة اليوم تداعيات الحرب في إقليم تيغراي على العلاقة بين إريتريا وأثيوبيا. فقد تلقت وكالة شؤون اللاجئين والعائدين الأثيوبية تقارير تؤكد مقتل عدد كبير من اللاجئين الإريتريين في إقليم تيغراي شمالي أثيوبيا، مما يؤكد الأخبار التي رشحت الأسبوع الماضي عن مقتل 380 لاجئا إريتريا على أيدي مجموعات من سكان الإقليم. هذا الإقليم الذي يشهد صراعا بين الحكومة المركزية وجبهة تحرير شعب تيغراي منذ نوفمبر المنصرم. يذكر أن النظام الإريتري بقيادة إسياس أفورقي كان قد شارك في الحرب الدائرة في الإقليم بجانب الحكومة المركزية الأثيوبية، مما أدى إلى اتهام منظمات أممية للجيش الإريتري باستخدام العنف وارتكاب انتهاكات بحق السكان المحليين. إذن كيف ستؤثر الحرب في إقليم تيغراي على مستقبل العلاقة بين سكان الإقليم وإريتريا، وكيف سوف يتجاوز الشعبين مرارة اتهامات العنف المتبادل بحق الطرفين؟ لمناقشة هذا الملف معي من لندن المحلل السياسي الأستاذ عبد الرحمن السيد، ومن إسطنبول الكاتب الصحفي الأستاذ عبد القادر محمد علي، فمرحبا بكم وبهم. الأستاذ عبد الرحمن السيد، لعلي أبتدئ معك أحييك أولا. هذه العلاقة بين إقليم تيغراي وإريتريا التي يعني تحادد بعضهم البعض في دولة أثيوبيا وإريتريا، برغم العلاقة التاريخية والاجتماعية بين هذين المكونين الاجتماعيين، إلا أن هذه العلاقة بقت متوترة ومضطردة خلال عدة عقود. برأيك هذه الحرب الأخيرة كيف ستؤثر على العلاقة الاجتماعية والتاريخية؟ هي فعلا علاقات جوار، وطبعا هناك روابط اجتماعية وثقافية ولغوية بين الشعب الإريتري أو مكون من مكونات الشعب الإريتري، وكذلك مكون من مكونات الشعب الإثيوبي تحديدا في شمال إثيوبيا. طبعا العلاقات بين التنظيمين، الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا والجبهة الشعبية لتحرير التيغراي، كانت علاقات مصلحة آنية أكثر منها استراتيجية. ففي أيام النضال كانت محصورة أولا على إخراج جبهة التحرير الإريترية من الساحة الإريترية، ومن ثم أيضا إخراج النظام الإثيوبي من كل من إريتريا وأثيوبيا واستلام السلطة في كل من إريتريا وأثيوبيا. هذه العلاقة المصلحية يعني سرعان ما أدت إلى خلاف بين المتحالفين بعد انهيار أو انهزام كلا من جبهة التحرير والنظام الإثيوبي. وهنا طبعا الخلاف كان حول من يترأس المنطقة، يعني إريتريا وإثيوبيا لم تكفي للنظامين أو للجبهتين، فهناك كان ينبغي أن تكون هناك استراتيجية بين شريكين، أحدهم يكون له اليد العليا والآخر يكون بدرجة أقل من ذلك. وهذا الذي أدى في تقييمي أنا فيما بعد، وإن سمي بحرب الحدود ولكن كانت هي أكثر حرب إبراز من هو الأقوى في بين الحليفين، ومن ثم أن يأتمر الأضعف للأقوى. هنا حصل ما حصل، ولكن الحرب حرب الحدود التي استمرت من 98 إلى 2000 لم تنتهي بغالب ومغلوب، يعني بمعنى يعني لم يكن فيها المنتصر والمهزوم بشكل واضح، وبالتالي استمرت الحرب الباردة إنجاز لنا القول لمدة 20 عاما من 2000 إلى حتى هذه اللحظات الأخيرة من عام 2020. وكان هناك انتظار، وهذا قيل في واحدة من التقارير التي أعدتها تشاتام هاوس هنا في لندن حول إمكانية التصالح بين النظام الإثيوبي بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي آنذاك والنظام الإريتري، بأن الإشكالية الكبيرة هي أن أحدهم ينتظر انهيار الآخر، ولهذا لا يرى أي مصلحة في الخروج بمصالحة يكون فيها ممكن تنازل من كلا الطرفين للوصول إلى حل أوسط ومرضي. ولهذا استمرت الحرب الباردة وأحيانا مناوشات بين الطرفين
حتى أتى أبي أحمد سنة 98 إلى رئاسة الوزراء في أثيوبيا، وخروج جبهة التحرير التجراي من حكم أثيوبيا إلى حكم الأقليم، إقليم التجراي في شمال أثيوبيا، ولكن ظل دورها وتأثيرها على مجريات الأحداث في أثيوبيا وكذلك على عملية الانسحاب من الحدود المتنازع عليها بين أريتريا وأثيوبيا كان لها تأثير قوي. ويبدو أن الطرف الأريتري سياسة فورقي تحديدا كان ينتظر الفرصة السانحة للانقضاض عليهم، وقد حصل. طيب، هذا حصل في شهر نوفمبر. اسمح لي عبد الرحمن قبل أن ندخل في تفاصيل الحرب الأخيرة نشرك معنا أيضا عبد القادر. عبد القادر، برغم هذه علاقات التصاهر والأخوة بين تيغرينيا في إريتريا وتيغراي في أثيوبيا، إلا أنهم يعني هؤلاء المكونين فشلوا في بناء علاقات استراتيجية يمكن أن تسمح لهم بقيادة المنطقة وتطوير هذه العلاقات. برأيك هل هو التنافس السياسي على السلطة والحكم كما ذكر عبد الرحمن، أم أن هناك أبعاد اجتماعية أخرى لهذا الصراع؟ مساء الخير أستاذ فؤاد، لك والجميع وللضيف أستاذ عبد الرحمن والجميع المشاهدين. في الحقيقة ما توفر لي يعني قومية التيغرينية بالتحديد على طرفي الحدود من فرصة لبناء حالة من التحالف تختلف عن كل ما نشهده في المنطقة كانت فرصة كبيرة جدا، لكن مع الأسف أضيعت هذه الفرصة لأكثر من سبب. أعتقد أن السبب الأساسي في النهاية هو ما تفضل به الأستاذ عبد الرحمن، مسألة الخلاف على الزعامة وقيادة المنطقة ومن تكون له الكلمة النهائية في شؤون المنطقة. وكان معروف أن الرئيس الإريتري السياسة أفورقي كان له طموح كبير باتجاه هذا الهدف، وطرح نفسه كرجل المنطقة وشرط المنطقة على الأمريكيين وغيرهم، وشارك في أكثر من محاولة لإبراز هذا، لكن في النهاية الأمور اصطدمت مع حليفه القديم ويال المفارقة يعني مع ملا الزيناوي، وأدت إلى ما أدت إليه من الحروب يعني. في الحقيقة يعني جذر الخلاف بينهم قد لا يكون يعني، ربما هناك بعض الخلافات التاريخية، بعض التباينات، هذا شيء طبيعي، لكن ما أدى إلى ما أدى إليه هو خلاف سياسي بالتحديد، خلاف مشاريع ورؤى سياسية حول كيفية قيادة إريتريا وأثيوبيا وقيادة المنطقة عموما. طيب عبد القادر، هذا الخلاف السياسي انعكس كما رأينا على أرض الواقع على يعني مستوى خلاف مجتمعي، أصبح هناك يعني تنابز وتصارع مناطقي وقبلي بين هؤلاء المكونين. برأيك كيف أثر هذا الصراع السياسي الذي ذكرته أنت والأستاذ عبد الرحمن على يعني المستوى المجتمعي؟ أعتقد أنه يعني الحرب الحدودية الإثيوبية الإريترية 98-2000 وما تلاها كانت نقطة يعني نقطة تحول في هذا السياق، وكانت نقطة تحول نحو الأسوأ في تقديري. دخل الطرفان في حالة من الحرب الباردة، وهذه الحرب الباردة اعتمدت على الجهاز الإعلامي تحديدا والشحن والتعبئة والتهديد المستمر، خاصة في الطرف الإريتري. إذا ركزنا على الطرف الإريتري أكثر، فكان هناك حالة مستمرة من الشحن ضد هذا المكون تحديدا تحت اسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وأنه يشكل نوع من التهديد المستمر على إريتريا، ونوع من لديه نوع من الأطماع للاستيلاء على إريتريا مرة أخرى وتقسيم إريتريا، يعني هذه البروباغاندا الإعلامية المعروفة الهدف منها يعني أكثر من كونه يعني هدفا وطنيا في تصوري، هو كان خلق عدو متصور يستطيع أن يحجم أو يعني يحصر به، يدفع آمال المجتمع في أي نوع من الانفتاح والتغيير الديمقراطي إلى آخره إلى الخلف، ويتقدم إلى الأمام الجندي العسكري الذي يعني يواجه التهديد القادم من تيغراي. مع الأسف الأدوات التي استخدمت في هذه الحرب كانت أدوات يعني جزء منها كان أدوات تأثيرها على المدى البعيد يعني سيكون كبيرا، وهي الأدوات الإعلامية التي قامت على التنابز والشتم واستدعاء التاريخ. ومعروف أنه يعني كان هناك نوع من التباين بين المنطقتين، وكل هذه الأمور سواء كان على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي يعني
هذه الحالة التي استمرت قرابة 20 عاما بالتأكيد كان لها آثار يعني على تصور يعني على رؤية كل من الطرفين للآخر وعلى طريقة تعامله معه لاحقا كما رأينا في الحرب، و يعني سيشكل في النهاية ندوب وجروح لا بد من مداواتها، ولكن هذا أمر يحتاج إلى عملية طويلة ويحتاج إلى وعي سياسي وإرادة سياسية للقيام به. طيب عبد الرحمن سيد، برأيك هذا التنابز وهذا الصراع السياسي الذي أدى يعني خلال 20 سنة من حرب 98 حتى حرب 2020 أدى إلى يعني تعميق الجراح والخلافات على مستوى الشعبي والاجتماعي، يعني رأينا في فترة من فترات أن وزير الخارجية الإريتري تعرض لشعب تيغراي حتى بالشتائم والتقليل من شأنه، برأيك هل هذه الصراعات ستؤثر على المدى البعيد؟ هل هناك إمكانية لترميم هذه العلاقة مجددا؟ بالتأكيد العلاقات بين الشعوب هي يعني تعتبر من أحسن ما تكون، حتى وإن كانت هنالك خلافات حادة بين النخب والقيادات الحاكمة يعني أو المتسلطة بالأحرى على هذه الشعوب. يعني فشعب تيغراي هو شعب يعني كبقية الشعوب يعني يبحث عن قوت رزقه اليومية ويكابد الحياة يعني من أجل البقاء، وكذلك الشعب الإريتري وبقية الشعوب الإثيوبية. لهذا يعني لا أعتقد هناك يعني خلاف على مستوى الأفقي يعني بين الشعوب، وإنما الخلاف هو على مستوى النخب الحاكمة تحديدا. هذه النخب طبعا تستغل كل الأدوات كما ذكر الضيف الكريم يعني يعني تحييد أو حتى يعني إبراز بعض المخاوف للشعوب حتى يتسنى لها من أن يعني تجد الدعم الكافي لمواصلة سياساتها تجاه بعض. لهذا لا أعتقد أن الشعوب يعني ستكون على شاكلة الحكام في حال بالذات في وجود هذه النخب من الحكام الحاليين. بالتأكيد هي ليست ناضجة وليست لها أيضا النظرة الاستراتيجية، وإلا لما كان هناك يعني سبب يؤدي إلى اقتتال بين حليفين ناهيك وجارين، ناهيك من يعني أناس ممكن ربما يرتبطوا بمصير مشترك. لهذا يعني هناك قصر للنظر وعدم النضوج وعدم أخذ مصالح الشعوب الاستراتيجية والآنية في الاعتبار. لهذا كل سياسات الطرفين في تيغراي أو في إريتريا لا تمثل بالضرورة مصالح الشعوب الموجودة في هذه المنطقة. طيب عبد الرحمن، شهدنا خلال الفترة الماضية انقسام وتباين حاد في مواقف الإريتريين من حرب تيغراي، يعني هذا الانقسام كان حادا لدرجة أن حتى من كان يعارض النظام السياسي أفورقي قال أنه على استعداد للوقوف في صف النظام الإريتري نكاية ودفاعا عن إريتريا فلنقل في مواقفهم كما تبرر. برأيك في حرب 2008 أو كما تسمى حرب بعدمية لم نرى هذا الانقسام الحاد، كان الكل يرى أن هذا الصراع هو صراع سلطة بين السياسة أفورقي وملة الزناوي، ما الذي تغير حتى حصل هذا الانقسام المجتمعي في الداخل الإريتري تحديدا؟ أعتقد عدم تبسيط هذه القضية، لأن يعني الاختلاف في الآراء بيحصل بين الإريتريين في كل القضايا تقريبا، ليس فقط في قضية الحدود بين إريتريا وإثيوبيا، ولكن حتى في قضية جزر حانش أو حنيش، وكذلك في خلافات النظام مع السودان وغيره. هناك طبعا تباين دائما، ولكن هذا التباين لا يؤدي إلى يعني التفريط بمصلحة إريتريا وسيادتها على أراضيها. لهذا حاليا ربما نستطيع أن نقول أن الإريتريين يجمعون على أن سيادة إريتريا هو خط أحمر، لا أحد يعني يتخلى عن إريتريا حتى وإن اختلف مع النظام، يعني تظل إريتريا هي يعني محل إجماع بين الإريتريين تقريبا. وكذلك هناك كانت مواقف لا تشجع ولا تؤيد تدخل النظام في الشؤون الداخلية لأثيوبيا،
هذا تقريبا كان في نوع من الإجماع، وكذلك تشير البيانات التي صدرت عن قوى المعارضة كانت كلها يعني تدعو إلى حل الخلاف الإثيوبي الإثيوبي بالطرق السلمية والقانونية، وعدم تدخل النظام الإريتري في الشأن الإثيوبي. لكن بطبيعة الحال هناك كانت أطراف تابعة ربما لجبهة التحرير التجراي، وكانت ترى في وجودها وعدم وجودها تقريبا مرتبط بوجودها هي في الجانب الإريتري وعدم وجودها. فربما يكون هذه الفئة قد تكون ذهبت أبعد من أي طرف آخر إلى المساندة والوقوف إلى جانب الويانة، وربما حتى الدخول في الحرب إلى جانب الويانة ضد الإريتريين والجيش الإثيوبي. ربما قد يكون حصل هذا، وهذا متروك لهم لتبريره في يوم من الأيام. كذلك هناك يعني قوى ظهرت في الأعوام الأخيرة مدعومة من قبل جامعة مقلة في تيغراي، وكذلك من الإعلام المسنود من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، كانت تدعو إلى إقامة دولة فاشية على أنقاض يعني إريتريا الوطن وشعبها، وحتى مكونات من الشعب الإريتري، وتم شيطنة هذه المكونات دون ذنب لها. فباستثناء هذه الفئتين تقريبا لا أحد يختلف أن التدخل النظام غير مؤيد من قبل الإريتريين بشكل عام، وكذلك حل القضايا الإثيوبية البينية أيضا بالطرق السلمية، هذا كله محل إجماعها، ولا أعتقد هذا أدى إلى أي انقسام حاد بين الإريتريين. لكن هذيك الفئتين التي تحدثت عنهم فهما ممكن ربما قضية قائمة بذاتها تحتاج إلى بحث ودراسة، هل هي الدوافع مجرد أن هذا هو حليف تنظيمي في الحدود في الجانب الآخر من الحدود، أم هناك فعلا كانت مشاريع يعني كانت تقوم بالسعي لتحقيقها في على أرض إريتريا والتيغراي وربما بعض المناطق الإثيوبية في يوم ما، يعني بعد أن يذهب النظام الإريتري. فهنا يحتاج إلى الجميع التوقف عنده والبحث والتحليل هذه القضية وهذه الظاهرة تحديدا. طيب عبد الرحمن، عبد القادر، برأيك هذا المعسكرين أو هذين المعسكرين الذين وصفهم عبد الرحمن، معسكر يرى في أن تيغراي هو شر مطلق على إريتريا وسلامة إريتريا ووحدة أراضيها، ومعسكر آخر يرى بأن يعني تيغراي هم لهم امتداد تاريخي وامتداد طبيعي داخل إريتريا، وبالتالي هم يعني يأخذون صف تيغراي ضد النظام الإريتري. برأيك يعني هذا الانقسام لا يمكن أن يشكل تهديد للوحدة الوطنية فيما بعد النظام الإريتري؟ طبعا وجود هذه التيارات والرؤى المختلفة والمتباينة أعتقد أنه شيء طبيعي جدا، يعني وأن تكون أن تتعدد الولاءات باختلاف الأفكار أعتقد هذا شيء طبيعي جدا، وأن يكون موجود في الساحة الإريترية هذا ليس شيئا شاذا أو نادرا. مدى يعني تأثير هذه الرؤى ومدى استمراريتها هذا يعتمد على العديد من العوامل، جزء منها مرتبط بالوضع في إثيوبيا نفسها، جزء منها مرتبط بالوضع في إريتريا. لكن في النهاية يعني التيارات أو الأشخاص الذين كانوا يعني وقفوا بشكل مطلق بجانب تيغراي هم في النهاية يعني حسب متابعتي هم قلة محدودة، ليست ذلك يعني ربما لهم منابر إعلامية يعني يتحدثون منها، لكن في النهاية ليسوا ذلك بذلك الحجم الذي نتصوره. السؤال الذي طرحته بالطبع هو سؤال مهم، لكن هي المسألة الأهم بعد يعني سقوط النظام في إريتريا، هل هناك مخاوف من هذا النوع؟ أعتقد أنه إن فتح المجال السياسي في إريتريا وكانت هناك يعني حرية للتعبير عن الرأي وحرية للتكوين السياسي وحرية لتداول السلطة، أعتقد أن هذه التيارات في النهاية ستهمش وستكون في حجمها الطبيعي. لأنه عندما نأتي إلى صندوق الانتخاب أو عندما نأتي إلى خطاب مباشر للجماهير خلال وسائل الإعلام أو بالتواصل المباشر يتبين
أحجام الأحزاب ويتبين أحجام الأفكار وأحجام هذه المشاريع. وفي تصوري بالذي أراه الآن أنه هذه يعني أصحاب هذه الرؤى هم مجموعة محدودة، وبالتالي إذا تغير النظام في إريتريا فكذلك سيظلون مجموعة محدودة. وفي النهاية كما قلت هذا يعني هذا المسار يرتبط بتطورات الأحداث أيضا في إثيوبيا ووضع اللجنة الشعبية لتحرير تكرار كيف سيكون وسياستها أيضا تجاه إريتريا كيف ستكون. أعتقد كل هذه العوامل هي عوامل مؤثرة، لكن في النهاية يعني خلاصة أنه أعتقد هذه تيارات محدودة. لو كان الوضع في إريتريا يعني بيئة سياسية مفتوحة أعتقد أنه كان سينكشف هذا الأمر بشكل أكبر. عبد القادر، ألا ترى بأن يعني وصف هذه الخطورة والمخاطر بالمحدودة هو تقليل يعني من شأن الأصوات المنادية بضم إريتريا إلى إقليم تيغراي والتوسع نحو البحر؟ يعني الجنرال رئيس هيئة الأركان الأثيوبي السابق الجنرال تصادقان في إحدى المقابلات قبل الحرب ذكر بأن مصوع وعصب هي امتداد طبيعي لأثيوبيا خاصة لتيغراي، ولم يخفي كثير من قادات تيغراي رغبتهم في يعني ضم إريتريا أو على الأقل أجزاء من إريتريا والانفصال عن أثيوبيا. هذه يعني هناك من يرى أن تقليل من مثل هذه المخاطر مستقبلا سيهدد استقرار إريتريا واستقلالها. يعني أنا أعود بك إلى السؤال مرة إلى إجابتي مرة أخرى. أنا أتحدث عن يعني عن الإريتريين، عن المجتمع الإريتري، عن البيئة الإريترية. قلت أنه ما يحدث في إثيوبيا والتطورات التي ستكون على في تيغراي هي ستؤثر، ستكون عاملة مؤثرة، لكن في النهاية ليست عاملة حاسمة. العامل الحاسم هو المجتمع الإريتري، مدى تقبله لهذه الأفكار، مدى يعني مدى انصياعه من إنجاز التعبير لهذه المخططات. وحسب رؤيتي كما قلت إلى الآن أعتقد أن هذه المجموعات التي تتبنى هذه الأفكار بشكل كامل هي مجموعات محدودة. عندما نقول محدودة إذن تأثيرها في المجتمع سيكون محدود. لكن المشكل ما هو بالنسبة لنا نحن كإريتري؟ المشكل أنه نحن لا يوجد يعني مشروع وطني جامع، هذا واحد. اثنين، أننا مشتتون في كل مكان، وهذا يتيح لكل من له منبر إعلامي ويستطيع أن يتحدث ويكون له قدرات على الخطابة ويعني نوع من خلينا نقول انتداب الجماهير على خلق هالة معينة توحي بما هو أكثر من الواقع، يعني توحي بحجم أكبر من الواقع. لكن في النهاية لا، الأمر هو أصغر من هذا، وخاصة إن كان هناك جو مفتوح داخل إريتريا. خارج إريتريا هذه مشاريع يعني ستكون موجودة وسيتحدث عنها الجميع، لكن تطبيقها في النهاية يعتمد على الإريتريين في الداخل، على مجموع الإريتريين. ما هو رأيهم؟ ما أعلمه كما قال الأستاذ عبد الرحمن في النهاية أن هناك يعني إجماع على سيادة إريتريا واستقلال إريتريا. بالتالي ماذا يعني هذا؟ يعني أنه من يذهب باتجاه هذا المشروع أو ذا هم في النهاية قلة، وتأثيرهم يعني سيكون تأثيرا محدودا. إلا إن اجتاحت تيغراي إريتريا، هذا يعني سيناريو آخر، عندها ربما يكون هناك كلام آخر. لكن بغير هذا لا، لا أعتقد أنه بالاعتماد على المجموعة الإريترية التي تنادي بهذا أنه سيكون هناك تغيير حقيقي أو جذري. طيب عبد الرحمن السيد، تاريخيا إذبان الثورة الإريترية كان لموقف الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وياني المعروفة بوياني، تحالفها مع مجموعة من يعني ذات الرؤى المتطرفة داخل الثورة الإريترية التي ترى بإقصاء كل من يخالف الرؤية السياسية للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. هذا التحالف أدى إلى إخراج يعني مكون كبير داخل الساحة الإريترية وإقصاءه، وبالتالي تفرد سياس أفورقي بالسلطة لمدة 30 سنة بعد ذلك. تكرار مثل هذه التجارب وعدم الاستفادة منها، هذا ما يعني يخشى منه كثير من المحللين والذين يقفون في صف مناوئ لتيغراي. يعني أتيح لك الإجابة على هذا السؤال إن سمحت لي يعني فاصل يقول المخرج ونعود إليه بعده. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود لكم بعده، انتظرونا.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء الثاني من برنامج ملفات إريتريا. في حلقة اليوم نتناول تأثير أو تداعيات الحرب على تيغراي في العلاقة بين الشعبين الإريتري والأثيوبي خاصة التيغراواي. معي كل من الأستاذ عبد الرحمن السيد المحلل السياسي والكاتب الصحفي الأستاذ عبد القادر محمد علي، فمرحبا بكم وبهم. عبد الرحمن، عودة إلى المحور الأخير قبل الفاصل، يعني كيف يعني برأيك تقرأ كل هذا الخلافات في الساحة الإريترية، وخاصة أن لها يعني سند تاريخي يعود إلى الثورة الإريترية؟ كما ذكرت، أولا طبعا غياب الرؤى الاستراتيجية للمصالح، مصالح الشعوب في إريتريا وإثيوبيا والمنطقة بأفرها، هذا الغياب، وكذلك الغرور، يعني كلا القيادتين في أسمرة ومقلة معروفة يعني بالغرور وعدم الاستماع إلى أي نوع من النصح. الأمر الثالث يعني عدم استطاعة القيادات في هذه الجبهات الانتقال من مرحلة الثورة المصلحة إلى الحياة المدنية والحكم المدني. مثل هذه العوامل طبعا أدت إلى ما نشاهده الآن من اضطرابات، سواء كان داخل إريتريا أو داخل إثيوبيا أو بين إريتريا وأثيوبيا. وأعتقد هذه الحالة ستستمر طالما هذه القيادات هي لا زالت تسيطر على زمام الأمور في كل من إريتريا وأثيوبيا وتحديدا شمال إثيوبيا. طيب، أنت ذكرت أن هناك يعني مراكز دراسات ومراكز بحثية كانت يعني في جامعة مقلة في تيغراي، كانت يعني لها رؤى متطرفة فيما يخص العلاقة بين الشعبين، يعني مثل حركة الأغازيان وبروهمتاي وغيرها من الحركات التي ترى بأن الشعب التيغرينيا في تيغراي وإريتريا هم الأحق بالقيادة والأحق بوحدة بين هؤلاء المكونين وإقصاء باقي المكونات. هذه التطورات الجديدة الآن في داخل أثيوبيا كيف ستؤثر على مثل هذه الحركات؟ أعتقد كما أشار الأستاذ عبد القادر، هذه الحركات ليست لها يعني أرضية في داخل إريتريا، ولكن في داخل التيغراي ربما وجدت نوع من يعني الدعم لأكثر من سبب. السبب الأول طبعا هناك من يرى أن عيش التيغراي داخل إثيوبيا كأقلية يعني لا تتعدى أكثر من 6% من تعداد الشعب الإثيوبي، هذا غير مقبول بالنسبة لهم، يعني فإما الاستحواذ على السلطة والثروة داخل إثيوبيا بالقوة القهرية، وإما البحث عن خيارات أخرى. الخيار الآخر بالنسبة لمثل هذه المجموعات في داخل إقليم التيغراي هو أن يتم دمج التيغراي مع إريتريا وإقامة كيان إثني فاشي يعادي كل من حوله من الشعوب والمكونات الثقافية والدينية وغيرها. وكلا الخيارين طبعا ليس فيهم أي خير يعني للشعب التيغراي بالدرجة الأولى والشعوب المجاورة التي هي أخ وأخت لهذا الشعب. يعني فأن تعيش داخل إثيوبيا وتستحوذ على السلطة والثروة كما فعلت الجبهة خلال 30 عاما، فهذا طبعا من المستحيل، يعني لأن للشعوب الأخرى أيضا حق في العيش والعدالة. كذلك يعني أن تستحوذ على إريتريا أو يعني تضم إريتريا إلى دولة فاشية غير مقبول من الإريتريين، بما في ذلك من الإريتريين المسيحيين الذين هم الآن في الصف الأمامي في التصدي لمثل هذه الأفكار أكثر من المسلمين على فكرة. فلهذا ليست لهذه الأفكار أي أرضية، وأتمنى الآن بعد أحداث التيغراي الأخيرة أن تكون هناك فرصة لأصحاب مثل هذه الأفكار أن يعيدوا النظر وينظروا إلى مصلحة شعب تيغراي بالدرجة الأولى، وكذلك شعب تيغراي في إطار عيشه في داخل إثيوبيا وداخل المنطقة القرن الأفريقي. عدا ذلك بالتأكيد هناك ستكون مصدر القلاقل والإشكالات، وهذا طبعا ما لا يرضاه أي أحد. طيب عبد القادر، مرحبا بك مرة أخرى. بالعودة إلى موضوع التجاوزات بحق اللاجئين الإريتريين في أثيوبيا، كما ذكرت وكالة شؤون اللاجئين واللاجئين الأثيوبية والتي بدورها لم تتمكن من تأكيد مثل هذه الأخبار، مقتل 380
لاجئ إريتري. برأيك هل يمكن أن تكون هناك عملية انتقامية من النظام الإريتري بحق اللاجئين؟ بالنسبة للاجئين الإريتريين في أثيوبيا، يعني هم الحلقة الأضعف في كل ما يجري الآن حقيقة. هم أكثر الذين سيتضررون سوءا. وضع اللاجئين الإريتريين في أثيوبيا أصلا يعني بدأ بالانحدار منذ الصلح الإريتري الأثيوبي، ما يسمى بعملية السلام الإريترية الأثيوبية. وبعد أن كان استقبال اللاجئين الإريتريين في أثيوبيا يتم بكل سهولة منذ 2019 تقريبا أو بعد ذلك، وفق المنظمات الدولية أنه حدث تغيير في سياسة اللجوء الأثيوبية، أصبح هذا الأمر أكثر صعوبة. وفق ما تسرب أن هذا بطلب من الرئيس الإريتري الذي كان يعني يساوره بعض القلق تجاه معسكرات اللاجئين الموجودة في إقليم تيغراي لأسباب معروفة. يعني بعد ذلك مع هذه الحرب والطريقة التي أديرت بها هذه الحرب مع الأسف، يعني طريقة كان فيها نوع من الانتقام من الشعب، حتى من الشعب التيغراي كان هناك نوع من الإجرام. هذه حقيقة، هذا ليس كلام تقارير، هذا كلام وصلني من يعني من جنود كانوا هناك. يعني كان هناك تعامل مع التيغراي، تعامل انتقامي وتعامل إجرامي، ولا بد لمثل هذا النوع من السلوك أن يترك أثره. أحد الضباط الذين كانوا في تيغراي وشارك في حصار مقلي، كان يتحدث وسقوط مقلي بعد ذلك ومن الذين دخلوا، كان يقول يعني السلاح منتشر في الإقليم، كل إنسان لديه سلاح، كل مواطن لديه سلاح، وكلهم ينظرون إلى الإريتريين بعين سواء، بمعنى أنه اللاجئ والجندي والمواطن المدني الإريتري عندهم كلهم سواء. الجندي يدافع عن نفسه بسلاحه، والمواطن يعني العادي ليس بحاجة للدخول إلى تيغراي. أما اللاجئ الموجود هناك فهو من سيتضرر مباشرة من هذا. وأود أن أذكر هنا قصة بسيطة جدا، يعني أو حدث يعني كان منذ أسابيع، عندما ذهب اللاجئون السوريين في لبنان للتصويت في الانتخابات السورية، تعرض لهم بعض اللبنانيين في بعض المناطق، وكان هناك يعني حوادث عنف واعتداء على اللاجئين. لماذا هذا الاعتداء على اللاجئين؟ ببساطة لأن هذه المناطق الجيش السوري دخل في لبنان في حرب لبنان وارتكب ما ارتكبه الجيش الإريتري في تيغراي. نحن الآن نتحدث عن حرب كانت من أكثر من 40 سنة، وآثارها في النفوس ما تزال حتى الآن. لماذا؟ لأنه هذه الملفات لم تعالج بشكل سليم ولم يتم إصلاحها، ولذلك تظل النفوس مشتعلة. فكما قلت يعني اللاجئون الآن في أثيوبيا هم الحلقة الأضعف، وهم الذين يحتاجون إلى كل الدعم والمساندة، سواء كان يعني. والاستهداف بالنسبة للاجئين استهداف من عدة أطراف، ليس من طرف واحد، وهذا أيضا بشهادات من داخل أثيوبيا. هناك استهداف من قبل التيغراي، هناك استهداف فترة من الجيش الحكومي، هناك استهداف من الجيش الإريتري أيضا. يعني الجيش الإريتري نقل لاجئين إلى داخل إريتريا، الجيش الإريتري قتل لاجئين إريتريين عندما رفضوا الانصياع لأوامره داخل تيغراي. فلذلك كما قلت يعني اللاجئون الإريتريون الآن يمرون في تيغراي، يمرون بفترة من أصعب الفترات، وهم بحاجة إلى كل الدعم إلى كل. طيب عبد القادر، مثل هذا الدعم يأتي من منظمات أممية ودولية، مثل هذه المنظمات يعني وجدنا لها صوت عالي في بدايات الحرب فيما يخص تيغراي واللاجئين في تيغراي والانتهاكات التي تمت، التي هي أيضا يعني مرفوضة بدورها على سكان إقليم تيغراي. اليوم يعني لا نكاد نسمع صوت لمنظمات الدولية، سواء أمنيستي إنترناشونال أو غيرها من المنظمات التي بادرت إلى، يعني حتى في تقاريرها هناك من يرى أنها كانت متحيزة، حيث ذكرت أن منسوبي الجيش الإريتري هم من المشلخين أو المتحدثين باللغة العربية أو التيغري، وهذا كان في إشارة إلى مكون المسلم في إريتريا والتحريض ضدهم كما قرأ البعض مثل هذه التقارير. اليوم لا نكاد نرى أو نسمع وجود لمثل هذه المنظمات، يعني على الأقل تستقصي عن الأوضاع داخل مخيمات اللاجئين الإريتريين. برأيك هل يمكن الاعتماد على مثل هذه المنظمات؟ أعتقد في يعني السؤال فيه كما يقال شقان، يعني يستحقان الحديث عنهما. الأول هو تقرير أمنيستي،
وقد تحدثت عن هذا سابقا، وقلت ان تقرير امنيستي اشار الى ان بعض الجنود الاريتريين، ليس كل الاريتريين وليس كل الجنود القتله هم من المشلخين ضمن مواصفات محدده وضعها، فلم يكن هناك، انا في تصوري الى الان لم يكن هناك استهداف. وعلى كل حال التقرير بماذا طلب؟ طلب بلجنه تحقيق. هذا لجنه تحقيق، ان كان مشلخ وقتل فليحاكم، وان كان غير مشلخ وقتل فليحاكم. فلو ركزنا نحن على لجنه التحكيم، لجنه التقصي والمحاكمه، كان هذا افضل بكثير من التركيز على هذه الجزئيات مع اهميتها ومع تقدير لكل ما يرتبط بها، ومع التقدير للحساسيات التي يعانيها المسلمون الإريتريون نتيجه الاستهداف. المسلمون الإريتريون مستهدفون، في إريتريا مستهدفون، في السودان ايضا مستهدفون. بالنسبه لموضوع المنظمات الدوليه، اعتقد ان المنظمات الدوليه تغطيتها بما يخص موضوع اللاجئين حقيقي غير كافي، كما ذكرت انت غير كافي. لماذا؟ هل لانه حجم الجرائم الموجود هناك يشغل الكل هم، ام لانه الإريتريون انفسهم لا يستطيعون؟ ليس هناك لوبيات إريترية تستطيع ان تحرك هذه الملف وتشغل او توجه انظار المنظمات الدوليه الى التطورات التي تجري، كما فعلت تيجراي. تيجراي كان لهم قدرة على هذا، كان لهم علاقات مع هذه المنظمات، كان لهم على لوبيات ناشطة في هذا الاتجاه، استطاعت لفت أنظار هذه المنظمات إلى هذه الجرائم. ربما أعتقد أنه الإشكال الحقيقي ربما عندنا نحن لا نستطيع أن نتواصل مع هذه المنظمات بشكل جيد، ولا نستطيع أن نعرض قضايانا بشكل، ولا نستطيع أن نطالبها بشكل حثيث بأن تتابع هذه. طيب عبد القادر، بالعودة إلى إجابتك الشق الأول من السؤال، ألا تتفق معي أنك تخفف كثيرا من وطأ مثل هذه التقارير التي قدمتها أمنيستي انترناشونال، وتنسى بأن مثل هذه التقارير تقدم إلى مجتمعات تقتل على الهوية وتحاسب على الهوية، والإشارة إلى مكون محدد في خطورة ربما تؤدي إلى مجازر على الهوية أيضا؟ يا صديقي، فلنتفق أنه تقرير واحد أولا، هذا تقرير واحد ما ورد فيه هذا، وليس تقارير. المشكل ليس هنا الحقيقة، في تقديري المشكل لم يكن في التقرير، ولكن فيما ذكرته أنت، أنه هناك مجموعات ركزت على هذا الموضوع وشغلت به كما يقال الأسافير، وأن المسلمين الإريتريون مشاركون في هذه الجرائم وإلى آخره. لكن فلنعد إلى آخر إجابتي، لو وجدت لجنة تقصي حقائق ووضعت تقارير وهذه التقارير كشفت المجرمين، لأنه في النهاية لا نستطيع أن نقول أنه المسلمون الإريتريون في الجيش هم ملائكة، هم جنود مأمورون، إن أمروا بالقتل سيقتلون، إن أمروا بالنهب سينهبون. لو ركزنا نحن على فكرة أنه لا بد أن توجد هناك لجنة تقصي حقائق تتقصى هذه الحقائق وترفع إلى محكمة تحاكم هؤلاء المجرمين، وأنه ليس هناك تنميط بهذا الشكل، هذا التنميط مرفوض. المسيحي يقتل والمسلم يقتل وكلاهما قد لا يقتل، فالتنميط ويعني كما يقال توصيف مجموعة معينة بصفة معينة، فنركز على أن هذا الأمر غير مقبول، ونوضح طيب. هذا للجميع، لأنه النفي المطلق غير ممكن. المسلمون لا يفعلون هذا، غير ممكن. نعم، فوضحت الفكرة. دعني أنتقل إلى عبد الرحمن. عبد الرحمن، هناك من يرى أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الوياني نجحت كثيرا في بناء علاقات مع المنظمات الدولية ومنظمات الضغط داخل الدول الغربية أيضا، حيث استصدرت مثل هذه الإدانات بسرعة، بينما الإريتريين 30 سنة يحاولون استصدار مثل هذه البيانات والإدانات ضد النظام الإريتري ولم ينجحوا فيها. برأيك هذه الاعتداءات الآن التي تتم في تيجراي، هل يمكن الوصول إلى هؤلاء اللاجئين والتأكد منها بشكل من الأشكال؟ نعم، طبعا هناك إرث نضالي لجبهة التحرير التيجراي، وهذا طبعا مكنهم من التواصل وبناء العلاقات مع مختلف المؤسسات الغير حكومية والحكومية. كذلك خلال 30 عاما هم كانوا على سيطرة كاملة في مقدرات أثيوبيا،
ويقال هناك الآن في حوزتهم أكثر من 30 مليار دولار إثيوبي، ويستغلون هذه الأموال لشراء اللوبيات والعمل في نشر الناريتيف اللي هي الأخبار بما يتلائم واستراتيجياتهم، يعني فيما بما ذلك ما يعني قضية حرب الإبادة مثلا ذكرت من قبل قادة جبهة التحرير التجراي قبل بدء الحرب نفسها، وبالتالي أخذت على أنها الآن الحرب هي ليست بين طرفين، يعني حزب حاكم في إقليم التجراي وحزب آخر حاكم في عموم إثيوبيا، وإنما حزب حاكم في عموم إثيوبيا يريد أن يستأصل ويبيد الشعب التجراوي، هكذا صوروا القضية منذ البداية وقبل أن تبدأ الحرب يعني، واستمروا على هذا المنوال ويعني دعموا هذه الأفكار من خلال بعض التقارير التي صدرت لبعض المؤسسات التي أشرتم إليها، وإن كانت تفتقر إلى كثير من المعايير المنهجية يعني بما في ذلك من تم يعني استجوابهم في هذا الأمر هم كانوا أيضا من أعضاء جبهة التجراي والفارين الآن في الجانب السوداني، وللعلم هؤلاء الآن ينتظرون الأوامر الأخيرة للدخول أيضا في المعارك من خلال الجبهة الغربية الخلفية من خلال حدود السودان إن سمح لهم يعني. كذلك من كتب هذا التقرير ينتمي أيضا إلى هذه الفئة يعني، فكل هذه كانت فعلا سياسات مرسومة لهذه الجبهة لإعطاء أولا الطابع الإنساني للقضية، والثاني الطابع الإقليمي وحتى الدولي لمصلحتها الدبلوماسية وغيرها من المكاسب التي حققت لها بالفعل أمام النظام في إثيوبيا والنظام في إريتريا لا يستطيع حتى أن يبوح بأن هذه هنالك اتفاقيات أمنية بين الطرفين يعني، ويمكن أن يكون هناك تعاون يعني، فالتدخل كان يمكن بأن يكون بشكل رسمي دون إخفاءه يعني حتى وإن اختلفنا معه طبعا، لكن مدة 3 أشهر منذ بداية الحرب حتى 3 أشهر يعني الكل كان يتنكر لوجود الإريتري في داخل التجراي وغيره يعني. في كل الأحوال الآن نحن طبعا أمام يعني معضلة حديثة نتجت عنها انسحاب الجيش الإثيوبي من تجراي ووصول التجراي، وإن كان حتى مجنوح مكسور الأجنحة ولكن لا زالت لهم الآن السيطرة الكاملة في مدن وقرى التجراي، لكن هل هم الآن سيبقوا على هذا يعني على هذا الإقليم أم سيكون لهم حسابات أخرى؟ هذا ما سنلاحظه، لكن حالة العدائيات ما زالت مستمرة قائمة. وعدم الاعتراف المتبادل أيضا ما زال قائم يعني، فالحكومة طيب. في إثيوبيا يعني تسمي القوى في تجراي بأنها هي مارقة وخارجة عن القانون، والعكس بالنسبة للحكومة في إقليم تجراي. شكرا لك عبد الرحمن. نحن طبعا يعني ندين كل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان سواء في حق اللاجئين الإريتريين أو في حق شعب تجراي، سواء من قبل حكومة سياسة فرقي في إريتريا أو من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تجراي أو حتى الحكومة الأثيوبية، كل هذه الاعتداءات مرفوضة بشكل كامل. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم ولضيفي الأستاذ عبد القادر محمد علي من اسطنبول والمحلل السياسي الأستاذ عبد الرحمن السيد على هذا الحضور، وألتقيكم الأسبوع القادم بإذن الله.